نختبر العجينة بعد ما لمينا الدقيق، نحاول نكورها كده بحيث ان احنا نشوف هتشقق معانا ولا هتبقى كويس. احنا بس بنلم العجينة مش بنعجن، بحيث ان المكونات كلها تمتزج مع بعضها. جمال مس العجينة طرية جدا وناعمة وبتدوب في ايدينا كده. كده المفروض ان احنا هنحطها في التلاجة حوالي ساعة او ساعة ونص، بعدين نشتغل فيها بقى براحتنا بحيث ان العجينة تتماسك شوية. لما ترجع العجينة تتماسك واجي اشكلها بإذن الله هرجع تاني معاكم.